أم الدعاء من سيدي مولانا الشيخ عبد الله فايز داغستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل أول مجلسنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخرته تكريما ومغفرة. الحمد لله الذي تواضع كل شيء والحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته وأظهر كل شيء بحكمته وتصغر كل شيء لكبريائه. اللهم أيقظنا في أحب الساعة إليك يا للذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن محفوظ. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي كما ربياني صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى وبجاه أوليائك الكرام وبجاه صحابته الفخام وبجاه سلطان الأولياء سيدنا مولانا الشيخ عبد الله الفائز داغستاني وسيدي مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني ألا تدع في مجلسنا هذا ذنبا لله غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها اللهم يسر أمورنا وأقض ديوننا وفرج همومنا وفرج كروبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على أنفسنا وعلى القوم الكافرين اللهم وعافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين وتقبل منا يا ربنا يا وأمدنا بعمرنا ليدراك صاحب الزمان سيدنا مهدي عليه السلام يا ربنا يا الله وأمدنا بعمرنا لإدراك صاحب الزمان سيدنا مهدي عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام وارزقنا شفاعة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
واجعلنا أن نراه في الدنيا وفي الآخرة واسقنا من حوضه شربة هنية برية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد ونستعيذك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي وآله وصحبه وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين وقدماء شرائعهم وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة المقدمية العليا خاصة إلى روح إمام الطريقة وغوث الحليقة فلا جبهاء الدين المقدمة محمد ويسي البخاري وحضرة أستاذنا وأستاذ أستاذنا وأهل وشائر طريقتي منفتح